مدير الكرة الحالي بالقلعة البيضاء بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 3 يونيو عام 1977، فهو من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية، لكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، ونشأ في أسرة كروية، حيث كان والده حارس مرمى فريق طنطا، مما دفعه للتعلق بكرة القدم منذ طفولته. ويمتلك عبد الواحد السيد تاريخا كبيرا مع الكرة المصرية، سواء بقميص الزمالك أو المنتخب الوطني، بعد الحصول على العديد من الألقاب سواء مع الزمالك أو المنتخب. وبدأ عبد الواحد السيد في الظهور بتشكيلة الزمالك مع أواخر عام 1997 كحارس بديل للمخضرم نادر السيد، لكن بقاءه على دكة البدلاء لم يطل كثيرا ليصبح الحارس الأول مع انطلاقة الدوري بالموسم التالي، ويخوض أولى مبارياته مع الزمالك أمام نادي القناة، ويفوز الزمالك برباعية مقابل هدف. دخل عبد الواحد السيد تاريخ الحراس العظماء في الدوري بعد الحفاظ على نظافة شباكه لـ100 مباراة في الدوري.